ايه معدل التصويت اللي شايفه مرضي يعني، او شايفه يعني احنا طماعين شويه. ما طمعين بس يعني ال 25 مليون اللي نزلوا المره اللي فاتت اعتقد ده رقم كبير في ظل الظروف، الاستقرار غير انك تبقى تحت تهديد، برضه الريلاكسيشن ومفيش، وبصراحه مفيش منافسه، فالمنافسه برضه بتخلق انا انظر لها لمنافسه حضرتك. لو انا عندي دي انتخابات رئاسيه، لكن انا بنخرج بره مفهوم الانتخابات الرئاسيه الى انها قضيه دفاع عن الوطن. هل ده الناس بتفهمه؟ ما هو ده احنا بنقوله بس هل بيوصل للناس؟ يا فندم ده دورنا ان احنا نوصله وننزل، عشان كده عملنا ده، اشتغلنا على قطاعات زي قطاع الشباب مثلا. عملنا حاجه قبل الانتخابات باسبوع بلس 18 اللي هم الشباب اللي اول مره يصوتوا في الانتخابات اللي هم من 18 ل 21 سنه، وفهمناهم يعني ايه انه لما بينزل بيصوت، ده حق لي، ان هو لازم يكون فخور بانه بينزل يصوت بيمارس حقه، حتى لو يدي اي مرشح، حتى لو ينزل يبطل صوته، لكن لازم يقول انا موجود وما يلومش نفسه. دي جزء. الجزء الثاني ذو القدرات الخاصه، احنا عندنا حضرتك 3 مليون صم وبكم، من حقهم، عملنا لهم على ويندو على صفحه الحزب، وبتقدر نخاطبهم حقه الانتخابي يتحرك ازاي. والحقيقه في هيئه الوطنيه للانتخابات عملت لجان خاصه في الدور الارضي لذو القدرات الخاصه، اغلب اللجان في الدور الارضي.